هناخد دلوقتي مع بعض اللي هو تطور الإنسان، الجزء الثامن والرد على حفريات مراحل تطور الإنسان، وهناخد مرحلتين النهاردة، مرحلة إيجيبتوبيثيكس ومرحلة بلاسيديابس. هناخد المرحلتين دول وندرس وهنكمل مع بعض، عشان دايما بيجيبوا لحضراتكم ولادكم يشوفوا في مجلات علمية، يشوفوا في التلفزيون، في كتب التعليم، يجيبوا لهم أشكال جنب بعض كما لو كانت مراحل بسيطة، بعضهم يجيب لهم شوية جماجم جنب بعض، أهي بتزيد في الحجم وبتكبر، وخاصة حجم المخ، وأهو بيتحول شكل الجمجمة من قرد الإنسان لغاية ما يوصل للهومو سابين اللي هو إحنا. هناخدهم بالكامل دول بمعونة ربنا، ولو لاحظتوا في النص أنا في حاجة I missed it نبهوني وأنا تحت أمر حضراتكم، لكن حاولت أجيب على قد ما أقدر كل الحفريات اللي بيحاولوا يقدموها، بل أحيانا هتلاقوها أطول بكتير من المعتادة، لأنه كل واحد بيقول في حاجة شكل، فاحتمال تلاقوني بتكلم على حفريات لو فتحت موقع مش هتلاقيهم موجودين فيهم، لأنه ما تكلمش عليهم كلهم، لن تلاقوا موقع من التطور اتكلم عليهم بالكامل أو حط نفس الترتيب لأنهم مختلفين. المهم اللي تابع معانا الموضوع ده، احنا دلوقتي في الجزء الثامن من القسم السابع، اللي تابع الموضوع من بدايته بعد ما عرفنا بالتفاصيل انه حتى علماء التطور نفسهم بشهادتهم زي ما قلت لحضراتكم بيقروا حتى لو بطريقة مباشرة وغير مباشرة بان 99% وتسعة من عشرة من رحلة تطور الإنسان اللي بدأ من الجدي ياه المزعوم المشترك لكل الأجناس لا يوجد عليها دليل واحد، لا حفريات ولا جينات ولا غيره. واللي عنده دليل واحد عكس اللي أنا بيقوله يقدمه، بل عرفنا أن اللي بينادوا بيه من حفريات في الجزء الصغير أبو أربعة وشوية 5 مليون بس للإنسان، اللي هو يمثل 1/10% من رحلة تطور الإنسان المزعومة، دول مش حفريات مراحل وسيطة للإنسان. أمال إيه؟ ده العلماء شرحوا، جبت لحضراتكم أمثلة من كثير جدا، لكن حفريات لأجناس قردة انقرضت، وكل اللي بيفترضوه أن هي فروع جانبية في شجرة تطور الإنسان، ولاد عم للإنسان من الجدود المشتركة المجهولين. الكارثة أنه لا توجد حفريات لأي مرحلة وسيطة بين كل الفروع المزعومة، مرحلة أردبيسيكس، أسترالوبيسيكس، هوموهابلس، ناليدي، غيره غيره غيره. طب فين الجدود المشتركة؟ مفيش. المراحل الوسيطة اللي بينهم مفيش. الكائنات الغير متميزة اللي بتتميز مفيش لكل الأجناس دي. عشان كده يعني ان هم اجناس، اجناس صممه، اجناس مميزه. وعرفنا ان المتاحف رغم ان هي تعرضها بطريقه تخدع البعض وخاصه الطلبه، ويظنوا فعلا شجره تطور الانسان تم اثباتها علميا وان الانسان والقرده من جد مشترك، لكن اللي يقرا بالخط الصغير اللي تحت يبقى الصور بس عشان بيدقق، يلاقي ان هم بيقولوا لك ده جاست جيسينج، تخمينات. الصورة المبهرة اللي بتبقى موجودة في المتحف تخمين، وزي ما قدمت لكم من واحد من أكبر المتاحف في هذا الأمر، المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وصورتها لكم بنفسي الجزء الصغنن، الكلام الصغير اللي تحت الصورة خالص المستخبي اللي بيقولك اللي انت شايفه ده تخمين، جيسنج بس مقبول، جيسنج حلو. وبالفعل ترسمها لكم فروع مستقلة، واللي بينكم واللي بينهم ترسمها بلون مختلف. ليه؟ لأن ما لهاش وجود. وقدمت في الأجزاء السابقة أمثلة كثيرة رغم أن عندي أكتر منها بكتير قوي، بس عشان ما زهقكمش، من أشهر علماء حفريات الإنسان في العالم، ده بالإضافة للقسم السادس اللي صدعتكم في 8 أجزاء بأقوال العلماء أن مفيش حاجة اسمها مراحل وسيطة لأي جنس في العالم. والناس دول من أشهر علماء حفريات الإنسان بيقولوا لكم بوضوح لا يوجد
أي حفرية لمراحل وسيطة لتطور الإنسان. الله بتقولوا ده إزاي؟ طب اللي بيتقدم لنا ده إيه في المراجع والمتاحف وكتب التعليم؟ دي أجناس مستقلة بيحاولوا يربطوها بخيال بدون دليل أحفوري واحد، لأن سجل تطور الإنسان وأجناس القردة المميزة سواء اللي انقرضت أو العايشة كلهم مميزين، ولكن ما لهمش أي سجل تطور. التدرج ده وسجل التطور ده ما لهوش وجود في الحفريات، لا وجود للجد الجدود المشتركة، لا وجود للمراحل الوسيطة، لا وجود للكائنات الغير مميزة اللي هتتميز لهم. وزي ما قالوا لفظا في الكلام اللي جبته لحضراتكم من مراجعهم، السجل كله ممحو، أبيض ممسوح بأستيكة، مفهوش، ملهوش وجود. هو لو كان فيه كانوا يعني كان هيعز عليهم ان هم يقدمها لكم، ما هو مفيش، عشان كده ما قدموا لكمش. فالسؤال ليه أشهر علماء تطور الإنسان الملحدين قالوا لكم الكلام ده؟ لأنه بالفعل ملهوش وجود. وما يقدم من حفريات بطريقة إجمالية يعتمد على الخداع، يعتمد على اللي هيبص على الصورة هينبهر وهو مش فاهم التفاصيل، هيشوف جماجم متدرجة جنب بعض، ده هم نرصوها بتدريج، لكن دول أجناس مميزة كل واحد منهم مستقل، وما فيش أي مراحل وسيطة تربطهم ولا جدود مشتركة تربطهم. فبيقدمها لكم دايما بطريقة إجمالية. أهم حاجة المجلة منه إياهم تروح رزعالك ورا بعض 7-8 جماجم تبص ده أثبتوا تطور الإنسان، وأنت ما تعرفش قصة كل جمجمة منهم قصتها إيه والنهاية النتيجة العلماء قالوا عليها إيه المتخصصين، لأن بدراسة كل واحدة منهم باستقلالية بتكتشف في الآخر إيه ده هم قالوا إن ده جنس مستقل اندثر، طب ليه حطينهم وراء بعض كما لو كانوا مراحل وسيطة لتطور الإنسان؟ عشان كده هنبدأ مع بعض بمعونة ربنا في دراسة الحفريات دي اللي بيقدموها في ادعاء تطور الإنسان، ولكن ناخد القصة من البداية. الإنسان كما يدعو بدأ رحلته من بداية الجد المشترك لكل الأجناس اللي كانوا بيقولوا من 3 بليون، بعد كده بقي 3.5 بليون، بعد كده دلوقتي بقي 4.1 بليون، وكان أكشولي زمان أقصر من 3 بليون بكتير، بس anyway ما هما كل ما يتزنقوا تطوريين يطولوا الوقت. ده بجد give me more time، كل ما يتزنق give me more time، اديني وقت أطول، ده هم اللي بيعتمدوا عليه. فالجد المشترك اللي بدأ الحياة من البريماتيف سوب أو الشوربة العضوية من 4.1 بليون سنة، وعرفنا في القسم الرابع التطور العضوي بالتفصيل أنه لا يوجد أي دليل على الجد الأكبر اللي بدأ الحياة، بل عرفنا أنه أصلاً علم البيوكيمستري وضح أن ده خطأ تماماً جملة وتفصيلاً. المهم الجد المشترك الكومن أنسيستر ده الغير حقيقي النواة البروكاريوتية أو بروكاريوتكس، الجد ده قوم عبال أملتكم قعد أنسال منه 2 بليون سنة، 2000 مليون سنة، عشان بس يتطور بجلالة قدره ويتحول من البروكاريوتك أو الحياة لنطاق خلية حقيقية النواة اليوكاريوتك. يعني إيه تعب في 2 بليون سنة دولة عشان بس يتطور من غير حقيقي النواة لحقيقي النواة؟ 2 بليون، 2 بليون سنة عشان يتحول من غير حقيقي لحقيقي النواة؟ يا سلام عليك يا طبيعة. وبعد كده قعد تعبان جيل بعد جيل 1.5 بليون سنة عشان يتطور للمملكة الحيوانية الأنيمالية. فمن الجد اللي ملهوش وجود، بل علم الجينات أثبت خطأ الكلام ده جملة وتفصيلا، اللي مر عليه 2 مليار بدون وجود أي مرحلة بسيطة عشان يتحول اليوكاريوتك، وبعدها 1.5 مليار ملهاش أي وجود على الإطلاق ولا أي مراحل وسيطة عشان يتحول إلى الجد بتاع الأنيماليا،
يعني 3.5 مليار سنة، لا عندي الجدود ولا عندي مراحل وسيطة ولا عندي أي دليل واحد على الإطلاق، بل علم الجينات أثبت خطأ الكلام ده، واتكلمنا عنه تفصيلا من reducible complexity، واتكلمنا عنه بالمينيمم جين كونسبت من الجينات، والكلام ده تفصيلا. كويس؟ طيب مش مشكلة، مش مهم، عادي. 3.5 بليون سنة ايه بين الأحبة دي؟ ولا حاجة. اسبوع عندك اسبوع عندي، 3.5 بليون عندك او عندي، مش مهم، عديها. المهم طب الجد الانيماليا برضو ملوش وجود. الله، ابو اللي هو المفروض ان هو ظهر من 590 مليون سنة فاتت، وده جد كل الحيوانات، وحيدة الخلية وعديدة الخلايا، حيوانية برية بحرية كله. الأنيماليا ده جدهم كلهم اللي طلع من 590، فينه؟ ملوش وجود. طب حفريات مراحل تطور ليه؟ مفيش. طيب منه؟ مفيش. طب بعد المملكة الحيوانية اللي مفيش خالص هذا الجد وحيد الخلية ولا حفرياته بهذا الاسم، المفروض تطور لثنائي الخلية، ملهوش وجود ودرسناها بالتفصيل. طيب حديد الخلايا البسيط، ملهوش وجود. طب مراحل تطوره، مفيش مراحل وسيطة. قوم ايه لغاية ما تطور منه كان يا مكان الجد اللي بعده، الشعبة اللي اسمه حبلي كورديت، اللي خرجت منه كل الحبليات اللي فيها جهاز عصبي بكل صور. كويس؟ لا مش كويس. خير؟ ملهوش وجود. طب الجد ده فين؟ جد كل شعبة الحبليات، ما عندناش، ما كانش ينعس. طب مراحله الوسيطة، ما فيش. طب التدرج لتكوينه، ما فيش. ده المفروض انه طلع من 530 مليون سنة. بس خلي بال حضراتكم حاجة، الجد الحبليات كلها، ده الحبلي ده أول واحد فيهم، الكورديت ده الجد المشترك ليهم كلهم المعقد، اللي طلع له جهاز عصبي في أبسط صورته، مكتمل بمخ وعمود أو نخاع شوكي، آسف، واللي هو الأعصاب بالكامل. كويس؟ ده امتى؟ من 530 مليون. ده طلع من الجد الانيماليا اللي هو بتاع 590، طلع في 530. كويس؟ طب حلو، ايه القصة؟ يعني احنا عندنا من 40 ل 60 مليون حسب زعمهم، اتحول فيه من الجد الى جد تاني عنده جهاز عصبي رائع، جهاز عصبي بكل اللي انت تتخيله من روعة دقة في التصميم، واللي نقص في خلية عصبية ميت. طب ايه الاشكالية؟ انت عايز تقولي ان الجد الاولاني خالص احتاج 3500 مليون سنة عشان يتحول من خلية غير حقيقية النواة لخلية حيوانية، بس احتاج فيها 3.5 بليون، يعني 3500 مليون سنة، 3.5 بليون سنة عشان يتحول من غير حقيقي النواة لحقيقي النواة، وفي 40 مليون بس امتلك جهاز عصبي. وانتوا عارفين الخلايا العصبية ازاي دقيقة جدا في تصميمها ومختلفة عن الخلايا العادية ازاي؟ فالجهاز العصبي اللي في أبسط صوره غاية في التعقيد، من مخ وحبل ظهري وتفرعات عصبية، ده أبسط صورة للجهاز العصبي، ده ما يمثل المخ، ده ما يمثل السباينال كورد، وكل اللي باقي التفرعات اللي طالعة منه تمثل الأعصاب. طب فين مراحله الوسيطة؟ مفيش. طب فين الكائن اللي أدوبك فيه خلية خليتين عصبيتين؟ مفيش. طب فين الكائن اللي لسه هيتطور فيه المخ تدريجيا؟ مفيش.
طب الكائن اللي فيه مخ بس لسه ما طلعلوش حبل شوكي؟ مفيش. أو طلع له يمكن العكس، حبل شوكي من غير مخ؟ مفيش. لا الجد موجود فهو وهمي، ولا مراحل تطوره موجودة. بس مرة تانية، إن أنا عايز 3.5 بليون عشان يتحول بس الحقيقي النواة هو ولا حاجة، وعايز بس 40 أو 60 مليون عشان يمتلك جهاز عصبي كامل، دي تعتبر قفزة. أنا بتكلم على حاجة داخلة على 100 ضعف في العمر. يعني احتاج 100 ضعف العمر عشان يتحول من غير حقيقي النواة لخلية حيوانية، وحتاج 1 على 100 بس من الزمن ده عشان يمتلك جهاز عصبي بكل التعقيد اللي فيه من مخ وسباينال كورد وكل الأعصاب الطرفية بالكامل. دي اسمها قفزات، ده مسموش تطور تدريجي. حاضر أستاذ، الأستاذ الأدمن اللي طالب باللينك بتاع دايركت برودكاست، لحظة واحدة هجيبه لحضراتكم. شكرا على سؤالكم. اللي عايز يتابع دايركت برودكاست اهو اللينك بتاعه، ده على اليوتيوب وده على الفيسبوك. ربنا يبارككم. كويس. وقوم ايه ده اللي طلع منه جد الانسان اللي بعد كده، اللي هو تحت شعبة اللي اسمه فيرتبريت، اللي المفترض خرجت منه كل الفقاريات بس ملهوش وجود. مراحل تطور ما لهاش وجود، ما فيش حاجة اسمها لا هو ليه حفريات ولا مراحل وسيطة ولا تدرج في تكوينه ولا واحد. لسه الفيرتبريت بتتكون بس تدريجيا، ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. فهو كائن افتراضي، حتى شكله ما حدش بيرسمه لأنه ما عرفوش. المفترض ان ده من 505 مليون سنة. بل الفقاري المعقد اللي فيه ما هو من التعقيد في دقة تصميم الجهاز الحركي الرائع، اللي كمان تفاعل مع الجهاز العصبي، احتاج 25 مليون بس سنة، طبعا بالمقاييس بتاعتهم، عشان يتكون. يعني احتاج 3500 مليون سنة عشان يتحول من غير حقيقي النواة لخلية حيوانية، و25 مليون سنة عشان يطلع العمود الجهاز الحركي بالكامل، الفيرتبريتس بكل تعقيد فيه اللي كمان بيتفاعل مع الجهاز العصبي. 3500 مليون عشان بس تتحول خلية مش حقيقية النواة حقيقية النواة، و25 مليون عمل كل التعقيد الانبليفابل ده، جد كل الفقريات اللي انتوا شايفينها. ده لو تمشينا مع ادعاءاتهم، رغم كل الارقام دي خيالية، لكن ده اسمه قفزات. ده التطور شغال في الريرة. ده ايه ده؟ ده مش سرعة، ده عجلة، عجلة متسارعة جدا. المخرج عايز كده بالظبط. ربنا يبارككم. وطبعا بعد كده مفيش الحيوان فوق الصف اللي اسمه تترابودا. ايه هو ده اللي مفروض طلعت منه كل الرباعيات؟ فين الجد ده؟ ملهوش وجود. حفريات ما كانش ينعز. مراحل وسيطة غالي بس الطلب اغلى، مفيش. طب تدرج لتكوينه؟ مفيش، ما عندناش. وده مفترض ان هو طلع يا حبايبي يا حلوين من 395 مليون سنة. بل الرباعي المعقد بكل ما فيه دقة تصميم الجهاز الحركي الرباعي الرائع التصميم، احتاج 110 مليون سنة بدون مراحل وسيطة. احنا بنتكلم على مئات الملايين ومليارات السنين مفيش مراحل وسيطة، واحدة مرحلة وسيطة واحدة، جد مشترك واحد مفيش. ودرسنا كوارث ادعاء تطور الأسماك لبرمائيات، وعرفنا القصة بتاعتها والكارثة بتاعتها، بل درسنا انه عندنا اكشوالي خطوات لحيوانات برية من الكامبريان، يعني قبل جدودها اللي لسه هتمتلك الأطراف الرباعية التترابود والأسماك العظمية اللي هتتطور عبال أمليتكم إلى برمائيات. يعني لقينا العكس،
ده الكائنات البرية موجودة قبل تطور الأسماك لبرمائيات. وبعد كده عرفنا إن مفيش الحيوان اللي هو اسمه إيه؟ أمونيوتا، اللي هو المفروض خرجت منه كل الحيوانات البرية، ملهوش حفريات ولا مراحل وسيطة ولا تدرج في تكوينه، فهو افتراضي من مفروض من 340 مليون سنة، بل أصلا لا يصلح معاه التدرج، لأن أي عدم اكتمال في أي أو مرحلة وسيطة عشان تكتمل لاحقا أصلا الأجنة ميتة، يعني هيندثر. متخيل إنه جنين بس لسه هيتطور إزاي يعرف يخلف؟ هيتطور إزاي يعرف يخلف؟ يعني ما بيخلفش، يعني اندثر. والمفروض ده طلع منه الجد المهم جدا، الماماليا، اللي هو إيه؟ الثدي، جد كل الثدييات اللي أنت تعرفها. فينه؟ ما فيش. حفرياته؟ لم توجد على الإطلاق. طب مراحل وسيطة لتطوره؟ ما فيش. يعني إيه؟ افتراضي. طب حتى ليه شكل بتعرف ترسمه؟ ما كانش ينعز، احنا ما نعرفش حتى شكله إيه عشان نرسمه حتى لو خيال. المفترض إن ده من 220 مليون سنة، يعني من الأمنيوتا للماماليا 120 مليون سنة ما فيش عندي حفرية واحدة. ودي كائنات برية بتتعلم ازاي تولد، هي كانت لسه ما كانتش ثدييات قبل كده، لكن دلوقتي اتشطرت وابتدت تعرف تحمل وتولد. 120 مليون سنة ما عنديش حفرية واحدة، لا للجد ولا المراحل الوسيطة ولا تدرج تكوين، بل أصلا ما ينفعش التدرج، ودرسنا الموضوع ده في القسم السابق بالتفصيل، أنه ادعاء تطور الجهاز التناسلي أصلا ده خرافة. عشان يتدرج ليكتمل، يعني قبل أثناء المراحل دي مش مكتمل، فهو بيكتمل تدريجيا، عدم اكتماله يعني وبيخلفش، يعني مندثر. انت متخيل ان في كائن ما بيخلفش، ما بيولدش، ما بيتناسلش هيتطور؟ ده اي مرحلة بسيطة لسه بتكتمل، ده مندثر، ده ميت، ده ملهوش تطور. عرفنا ان ازاي الخرافات دي كلها ضد العلم وهم بيقروا بيها، ولكن لا، لان المقابل التصميم، فما يقدروش يعترفوا بالتصميم والخالق فيكملوا الخيال ده. وبعد كده مفيش عندنا الحيوان اللي تحت الصف اللي باسم ايه؟ ثيري فورمس. الثيري فورمس ده المفترض ان خرجت منه كل الثدييات اللي بتولد صغار احياء، وده برضو ملوش اي حفريات، وبرضو افتراضي، وبرضو المفروض طلع من 175 مليون سنة. كل اللي يدعوه انه اصل احتمال يكون يشبه الفار، احتمال. ايه الخيبة اللي احنا فيها دي؟ احتمال. لا عندنا لا الجد ولا حفرياته ولا مراحل وسيطة لتكوينه ولا تدرج ولا اي شيء، بل ايضا ما يصلحش معاه التدرج. الأجنة زي كانت عايشة، هو لسه بيتدرج في تكوينها، بل كمان بعده حفيده لا يوجد حيوان اللي اسمه تحت الصف اللي تحت الصف اللي باسم إيوثيريا، اللي المفروض خرجت منه كل المشيميات. ده الجد الكبير بتاعهم، فينه؟ ما فيش. طب مراحل تطوره؟ مفيش. طب هو أصلا إزاي تنفع مراحل تطوره؟ المشيمة لو غير مكتملة الجنين ميت، عديها يعني جات على دي. يا راجل بلعت 4 بليون سنة وجاي واقف على ده كمان، يعني ده مفترض أنه 125 مليون سنة ولا يوجد له أي مراحل وسيطة وتدرج لتكوينه، بل أصلا ما ينفعش معاه تدرج زي ما احنا عارفين. أي مراحل وسيطة المشيمة مش مكتملة، ده الجنين ميت. ولا يوجد أيضا حيوان فوق رتبة باسم يورا تشانتو جليرس، اللي المفترض أن خرجت منه كل الفوق رأسيات، ده بقى اللي خلاص هيبقى داخل على إرد بقى. فينه؟ مفيش. ده جد كل القردة قديمة وحديثة وكله. طب حفريات؟ مفيش.
طب مراحل وسيطة ما كانش ينعز كالعادة، طب تدرج لتكوينه معلش ما انت عديت اللي فات عدي دي كمان. يعني ايه؟ افتراضي. والمفترض ان ده من 100 مليون سنة فاتت رغم عدم وجود حفرية واحدة. والمفترض ان الجدياه الرائع ده استمر 25 مليون سنة، جد كل القرود دنيا وعليا وكله، وقعد 25 مليون سنة وملوش حفرية واحدة واحدة ليه يعني؟ وخرجت منه تدريجيا كل الرئيسيات. يعني كل الخناقة على رحلة تطور الإنسان من 4 وشوية أو 5 مليون، في كل الحفريات المزعومة الكذب دي كلها في 5 مليون، وجدهم الكبير قعد 25 مليون ملهوش حفرية واحدة واحدة ولا أي مرحلة بسيطة ليه، رغم ان عندنا كل جنس من الأجناس حاليا سواء الإنسان أو القردة عندنا آلاف الحفريات ليهم. وبعديه طلعت منهم البرايميتس، حيوان رتبة محترمة كده زي الفل، قرد بس من ابن الذين اللي نطلع منه كل الرئيسيات اللي هو البرايميتس. حلو، فينه؟ مفيش حفرية. طيب مفيش. طب مرحلة بسيطة لتكوينه؟ مفيش. هو أيضا افتراضي، لكن هو طلع من 75 مليون سنة ولا تجادل. وبرضه ده كمان استمر 25 مليون سنة، يعني هو كمان التاني 5 أضعاف رحلة تطور الإنسان المزعومة، بس ملوش حفرية واحدة. السابقين دول كلهم ملهمش حفريات، وليس لهم وجود، بل حتى كمان مش عارفين يتخيلوهم، يرسموا لكم صورة خيالية. يستمروا على هذا الحال لغاية ما توصل ل 47 مليون، يعني من 4.1 مليار لغاية 47 مليون. هم الأوريدي بيقول لك مفيش حفرية ولا جدود، عندنا أسماء تقبلها ما تقبلهاش لا تجادل، هي كده. فحتى لو تنزلنا كمان عن البداية من 4.1 مليار وقارناها ب 47 مليون، يعني عندنا فوق ال 4000 مليون سنة بدون حفريات. لكن حتى لو تكلمنا بداية من الجد الثدي، جد كل الثدييات البرية المعروفة أم شعر والفرو والكلام ده كله، اللي المفروض طلع من 220 مليون سنة، اللي كانوا بيقولوا زمان من 150 وطولوا، ما انت عارف التطور أهم حاجة، طول كل ما تتزنق give me more time، طول في العمر، فوصلوها دلوقتي 220 مليون. والاستمر يتطور لغاية ما وصلنا لجد القردة العليا البرايميتس من 47 مليون، آسف جد البرايميتس من 47 مليون. 170 مليون من الحيوان الثدي، جد كل الثدييات، ل 47 مليون ما عنديش حفرية واحدة. يعني بتتكلمني على فوق ال 120 مليون سنة ما عنديش حفرية واحدة، ولا مرحلة بسيطة واحدة، ولا تدرج على الإطلاق، أو أي كائنات غير مميزة في طريقها للتمايز. أنت بتكلمني على 30 ضعف عمر رحلة تطور الإنسان المزعومة، والإنسان اللي ليه آلاف الحفريات 30 ضعفها ملهوش حفرية واحدة. وفي الآخر يقولوا لك التطور ده علم، وأثبتنا تطور الإنسان واكتملت تطور الإنسان، لسه بيقولوا له بعد كده تطور تدريجي؟ ده خيال، ده خيال مبني على عقيدة إلحادية هدفها رفض وجود مصمم. لكن من هنا بقى، من أبو 47 مليون، يبدأ بقى الخيال الجميل، ويبتدي بقى الرسومات الحلوة تظهر لحضراتكم، وتبتدي الفرضيات والصيحات اكتشفنا طلع غلط، أوبس. وبعدها بكم شهر ولا كم سنة اكتشفنا أوبس طلع غلط، تبتدي كل الصيحات اللي انت بتقروها والمجلات اللي انفجار علمي، لكن لما يطلع ان هو غلط ما بيحصلش انفجار عكسي، محدش يتكلم، يبتدي من هنا. كويس، اللي كان متابع الموضوع ده من حدود 12 سنة فاتت او من 10 سنين فاتت، افترضوا انه كائن باسم ايه؟ بليسيا دابياس، من 47 مليون، اللي حفريته بالشكل ده. خير، ماله ده؟
خير الطبيعة تجعله خير، ده عملوا له ضجة في الإعلام ضخمة من 10-11 سنة، اللي أبو وزن 2.1 كيلو جرام بس. والسبب إن البعض افترض إن هو يكون من مراحل تطور الرئيسيات، إنه قالوا ده بدأ يتسلق القردة. آدي المرجع قدام حضراتكم على الكلام ده، Evolution History of Primates Academic Press. وقالوا هو إنه ده المرحلة الوسيطة بين كل القردة والإنسان. يا سلام، آدي شكل الحفرية بتاعته اللي اتعملت عليها الضجة اللي كانت من 10-11 سنة فاتت، رغم أن جمجمته أصلا حجم الجمجمة أصغر بكثير جدا للجسم من الإنسان والقردة. أيضا الذيل الطويل القوي المميز للزواحف، وأيضا اختلاف العمود الفقري تماما على الإنسان والقردة، واختلافات تشريحية ضخمة. لكن قالوا ليه مرحلة وسيطة؟ عشان الصباع. ليه؟ إدهم صباع بعيد شوية عن بقية الصوابع اللي هو ده، فعشان صباعه بعيد عن بقية الصوابع قالوا يبقى مرحلة وسيطة ما بين الإنسان والقردة. طب بقية الاختلافات مش مهم، انت تركز على اللي احنا بنقوله لك، ما تبصش على الباقي. احنا نديك أنبوبة تبص بيها، فلما نقول لك الحفرية دي نقول لك تبص بس على الصباع، تبص على ده، اوعى تبص على بقية الصورة، ما تبصش ما تبصش، غلوش 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 غلوش، انت تبص على ده بس اللي احنا نقول لك عليه. طب مش مشكلة، نكمل. مش عايز اخوض في تفاصيل الامر كتير، لكن طبعا اي حد بص عليه وابتدى يفحص قال ده واضح ان هو زاحف قديم، ازاي يكون اشباه قردة او مرحلة ما بين الانسان والقردة. لكن تشبث بها الكثير من مؤيدي نظرية التطور زي جون هوريم، وجد ان في داخلها اثار اخر وجبة كان اكلها قبل ما يدفن وتحفظ في الطبقة الرسوبية، يعني زي بقية الحفريات اتدفن في كارثة مائية غطته بطبقات رسوبية كتيرة وضغطته جامد قوي فتحجر بسرعة قبل حتى الأكل اللي في معدته ما يتهضم. بين قوسين بس ما يسمعوناش، كارثة مائية عملاقة، طوفان، عشان ما يزعلوش، لأن هما بيقولوا لك لا الترسيب البطيء اللي بياخد حقب. لكن لما بدأوا يحللوا منطقة الرأس والأسنان وبدأوا يفحصوها بالأشعة، ابتدوا يكتشفوا حاجات مختلفة تماما عن الادعاء اللي اتقال. فأول حاجة لما قارنوها بحفريات كائنات أخرى من الزواحف في نفس الطبقة، لقوا إن هو فعلا أقرب للزواحف، ليس له أي علاقة بالقردة أصلا. عشان كده العلماء لما عملوا هذه الفحوصات زي إيريك شيفرت الباحث في البليانتولوجي قال الكلام ده، والكلام ده اتنشر في مجلة جارديان ومجلة نيتشر، ده عبارة عن زاحف، مالكم انتوا ايه اللي طلعتوا تقولوا ان ده بين الانسان والقردة؟ وادي نص الكلام قدام حضراتكم. ايضا كريس كيرك قال ان ده ليس حلقة وسيطة اصلا، انتوا جبتوا من فين ادعاء ان ده حلقة وسيطة؟ عشان صباع، وده ايضا من University of Texas ويتكلم على هذا الامر بالتفصيل. ففي الاخر قالوا ان كل القفزات اللي قالوا ده مرحلة وسيطة وجزء من تطور طلع كلام ده غلط، ومقال جوزيف واسلي اللي قال ده فقط زاحف. بل الكارثة التانية انه اصلا العمر 47 مليون اللي قالوا لنا عليه واو طلع غلط. ليه خير؟ قالوا انت جبت العمر 47 مليون ايه؟ من المجلات. طب المجلات جابته من فين؟ قالوا له طب هو عمره قد ايه؟ مفيش عالم يعرف يحدد عمره، لا يوجد وسيلة واحدة لمعرفة عمره الحقيقي، لا الطبقة احنا عارفين جاي من اينه طبقة، ولا يوجد كريستالات في الطبقة دي عشان نحددها بمقياس الراديومتريك ديتينج ولا غيره. فلا يوجد وسيلة لمعرفة عمره الحقيقي اصلا. وادي الكلام قدام حضراتكم على الشاشة. ففي الآخر أصبح إيه؟ باعتراف العلماء عبارة عن حيوان أرضي زاحف منقرض، ذات ست، خلصنا. آدي الكلام ده كله. عارفين دلوقتي بيلقبوه باسم إيه؟ داروينيوس، على اسم داروين.
يعني مش عارفها دي تكريم ولا شتيمة بصراحة. فلما تفتكر اسم داروين افتكر اسم افتكر شكل الحفرية دي. دي أول حفرية ننتهي منها، وعرفنا إن هي حتى لو حد استشهد بيها هي أصلاً ليست مرحلة لتطور الرئيسيات للقردة والإنسان. ورغم هذا، ورغم هذا هتلاقوا حتى الآن بعد كل الأبحاث إن أثبتت الكلام ده غلط، وكل العلماء اللي أجمعوا على خلاص الموضوع ده انتهى، ده كانت ضجة وصيحة كالعادة وخلصت، لكن هو عبارة عن حيوان زاحف بري اندثر، هتلاقوا البعض بيستشهد بيها حتى الآن، يا إما عن جهل أو عن عدم أمانة. ليه؟ عشان ما عندهمش حاجة صح. نوصل لغاية فين من الرحلة الأربعة واحد من عشرة مليار بتاع تطور الإنسان؟ وصلنا لغاية 40 مليون سنة. كل اللي فات من 4.1 مليار ل 40 مليون ما عندناش حفرية لمراحل وسيطة ولا الجد ولا غيره. واللي قالوها الوحيدة أم 47 مليون طلعت غلط. يعني حتى بلاش الجد الأكبر، بداية من الجد الثدي أبو 220 مليون اللي استمر يتطور حتى وصلنا ل 40 مليون، يعني 180 مليون سنة بدون حفرية واحدة. 180 مليون سنة بالكامل ما عندناش حفرية واحدة بعد أبحاث 150 مليون 150 سنة في استخراج حفريات. يعني 36 ضعف عمر رحلة تطور الإنسان المزعومة، وعندنا الإنسان الطبيعي ليه آلاف الحفريات والقردة الطبيعية ليها آلاف الحفريات، وكل الرحلة دي 180 مليون ما فيهاش حفرية واحدة. ما علينا. التالي وهو تحت الرتبة ملهوش وجود، اللي هو اسمه ايه؟ ذو الأنف الجافة، أول قرد تطلع مناخيره ناشفة. أنا مش بهرج، ده اسمه كده فعلا. الهابيلوريني ده اللي المفترض اللي خرجت منه كل تحت الرئيسيات برضو ملهوش أي حفرية. طب مراحل وسيطة برضو ملهوش أي مرحلة وسيطة. افتراضي، افترض من ايه؟ ده طلع من 40 مليون سنة. لكن افترضوا قديما انه لا، لقينا له حفرية. غيلي جميل، ايه هي؟ لقينا حفرية لكائن اللي هو حاليا يسمى ايجيبتوبيثيكس، وقالوا ده هو الجد بتاع كل القردة العليا. وده الايجيبتوبيثيكس، حتى ملاحظين من اسم ايجيبتو، ايجيبت اللي هو القرد المصري. ليه؟ اكتشفت له حفرية واحدة بس في الفيوم سنة 1965. الصورة اللي قدام حضراتكم دي، ايجيبتوبيثيكس ده اللي ادعوه ساعتها من 40 مليون وقالوا ده جد كل القردة العليا، أول حاجة اللي هيشوف كده طبعا يشوف الصورة دي ويشوفها في مجلات كتيرة هيفكر إن دي الجمجمة اللي لقوها، صح؟ ده المتوقع، حضراتكم هتشوفوا جمجمة زي دي، يبقى دي اللي لقوها، هتلاقوها في مجلات علمية وكتب تعليم وتتحط أحيانا في مراحل تطور الإنسان. لا، مش هي دي الجمجمة؟ لا، ما كانش برضو ينعز. خير؟ لا، إحنا كل الإناء حتة صغننة من العظم بتاع جمجمة، قد يكون بتاع جمجمة أو حاجة تانية ما علينا، وكم سنة مع بعض، قوم عملنا قالب ولزقناهم فيه بس بطريقة علمية، فطلعت لنا الجمجمة الحلوة دي اللي كل اللي فيها عظمتين ثلاثة صغيرين من الأصل. طبعا حضرتك هتشوف الجمجمة دي في صورة من الصور بتاعة رحلة تطور الإنسان، هتتخيل إن هم اللي لقيوها. لا، مش الحقيقة، وده معظم الحفريات بالطريقة دي على فكرة. اللي انتوا بتشوفوه القالب مش الجمجمة الحقيقية، عمرهم ما بيلاقوا الجمجمة الحقيقية بهذا المنظر إلا نادرا جدا. فدايما اللي هيبص للجمجمة يتخدع، لأنه مش عارف ان دي مش الجمجمة الحقيقية، مش عارف ان دي عبارة عن قالب عملوه حطوا فيه كم عظمة صغننة وكم سنة وخلصوا على كده. المهم، في البداية أول ما تم اكتشافه، هيه عظمة على عظمة عليك يا طبيعة، ولويس ليكي بقى، وما فيش يلي ما حصلتش، يلي ناصر التطور على كل المؤمنين الوحشين.
وآدي لقينا مرحلة بسيطة، ده في الستينات. بس في التسعينات الفرحة ما كملتش. ليه خير؟ بدأ الخلافات. أصل الوحشين العلماء التطورين الملحدين نفسهم لما بدأوا يدرسوه بعضهم ما قدرش يمسك نفسه، فبدأت الخلافات عليه وقالوا لا يا جماعة، إيجيبتوبيسيكس ده لا هو مرحلة وسيطة ولا جد كل القردة العليا، ده حفرية متكسرة لجنس احنا عارفينه اسمه بروبيليوبيثيكس. ادي المرجع اللي بيقول لحضراتكم على هذا الكلام في سنة 1991. هو كل اللي انتوا عملتوه لمدة 30 سنة طلعت على حفرية متكسرة من بروبيليوبيثيكس؟ معليش، ما تزعلوش، تتعوض مرة في جمجمة تانية. وده قدام حضراتكم اتنشر في International Journal of Primatology زي ما حضراتكم شايفين. بس علشان كمان اللي عندهم ده قالب هم عاملينه، فحتى الآن ولو دورتوا بنفسكم هتتأكدوا من اللي أنا بقوله. لو خدتوا وكتبتوا بس الكلمة اللي أنا كاتبها copy paste Egyptopithecus وحطتوها، هتطلع لكم صور زي الفل، مفيش واحدة تشبه أختها إلا لو حد واخد الصورة من التاني. مرة يرسموه بالشكل ده ومرة يرسموه بالشكل ده، طبعا الجمجمة دي مختلفة تماما عن دي، ومرة يرسموه لكم بالشكل ده كالعادة، وبس تش وانت تختار الشكل اللي يعجبك. ادي المرحلة بتاع جد كل القردة العليا. طب ليه هم المختلفين في شكله؟ لان احنا ما عندناش اللي يدينا شكله اصلا، فالقطع الصغيرة أصلا ده غير كافية لمعرفة أي تفاصيل. كل اللي يعرفوه أنه من شكل السنان احتمال يكون يشبه القردة ذات ستر. فبالفعل بدراسته اتضح أنه هو لو في أي تشابه ده شبه قرد قديم. مين اللي قال لكم الكلام ده ليكون أنا المفتري الكذاب؟ لا، عارفين مين اللي بيقول لكم الكلام ده أنه هو طرح فقط أنه هو عبارة عن قرد قديم وخلاص على كده؟ مين؟ مكتشفه، ابن مكتشفه اللي هو ريتشارد ليكي نفسه. ريتشارد ليكي ابن لويس ليكي المكتشف. ريتشارد ليكي وروجر لوين المشهورين او المشاهير قالوا هذا فقط جمجمه مثل القرد لايجيبتوبيسيكس زوكسيس، اول قرد يظهر في العالم القديم لمخزون القرد به بعض عناصر قد تم استرجاعها. هو كل الموضوع ده لمرحله بسيطه ولا غيره، ده جمجمة غير مكتملة متكسرة، فعرفنا نستخلص منها حاجات بسيطة، عرفنا ان هو بس قرد قديم. ست ست ده ريتشارد ليكي وروجر لوين من كتاب أوريجين 1977. يعني ما عندهمش اصلا دليل علمي على انه مرحلة بسيطة او من جدود قديمة لتطور الانسان. بل اللي هيقول لكم ان ده مرحلة بسيطة او جد او الكلام ده، هو انتوا عارفين انه هيكون بيتكلم في خيال، بل قد يكون بقصد تدليس. وأخيرا اتضح ان هو كمان ليس تحت الرئيسيات اصلا. ليه؟ لانه التشابه للأو مع البروبليوبيثيكس، بروبليوبيثيكس ليس تحت الرئيسيات، ده مش جد وملهوش علاقة بالرئيسيات اصلا. البروبليوبيثيكس ده من الحاجات التانية. وطبعا انتهى عنه الكلام على ان هو الجد المشترك ولا مرحلة بسيطة ولا غيره، فإيجيبتوبيثيكس زوكسيس خلاص انتهى ومحدش بيتكلم عنه باستقلالية. ولو فتحت أي مرجع بيتكلم عنه لوحده مش هتلاقي مجلة علمية تقولك إن ده مرحلة بسيطة ولا جد مشترك ولا غيره، خلص الكلام عنه، إلا لو مجلة من إياهم أو كتاب تعليم من إياهم عايزة تحط لك صور كتيرة لتطور الإنسان عشان تخدع، تروح زقهولك في النص. ليه حاطين الإيجيبتوبيسيكس رغم ان هو معروف ان هو ليس مرحلة تطور للإنسان الهوموسيبيان؟ ليه؟ ممكن تقولوا لي هل دي أمانة علمية من المجلات العلمية والكتب بتاعة التعليم العلمية؟ ليه بيتحط الإيجيبتوبيسيكس حتى الآن لما يحبوا يعرضوا لكم جماجم كتيرة للإنسان يحطوا الإيجيبتوبيسيكس رغم ان العلماء قالوا ذلك بما فيهم
العالم ريتشارد ليكي ابن مكتشف الجمجمة لويس ليكي، أشهر عائلة في اكتشاف حفريات المزعومة لتطور الإنسان. فهو جنس قرد قديم وليس القردة العليا، لا يعرف عنه أي معلومات كافية إلا بعض صفات بسيطة اللي يقدروا يستخلصوها من البروبليوبيثيكس، عشان كده بيحطوا له الاسمين ايجيبتوبيثيكس أو بروليوبيثيكس بس. وآدي المراجع قدام حضراتكم من أحدث المجلات والأبحاث اللي بتتكلم عنه حتى مارس 17 2017. بس دي مش الحاجة الوحيدة، كمان العمر اللي كانوا بيقولوا لحضراتكم عليه ده من 40 مليون أو أكثر تحديدا من 39.4 ل 33.3، طلع غلط. كمان العمر اللي انتوا قلته لنا طلع غلط. لا، ده من 30 مليون بس، او عشان نكون دقيقين من 30.2 ل 29.5. يعني فرقت 10 مليون سنة ما بين الأحبة ولا حاجة، انتوا عارفين. وآدي المرجع اللي بيوضح لحضراتكم انه حتى العمر طلع غلط. ايه رأيكم؟ يعني ما عمرها ما طلعت منكم ان انتوا تقولوا لنا معلومة صحيحة. وانتهى عنه الكلام ان هو مرحلة وسيطة. هو كل اللي بيختلفوا عليه دلوقتي انه هل يخلوا الايجيبتوبيثيكس ده مرحلة مستقلة قرد قديم واندثر، ولا يضموه مع الجنس المعروف لقردة قديمة ملاش علاقة بالقردة العليا البروبيليوبيثيكس المندثر. وآدي نص الكلام في المراجع اللي بتقول الكلام ده لحضراتكم. وآدي مرجع آخر يتكلمكم على نفس الكلام، وده International Journal of Primatology. كويس؟ فهو لا يختلف عليه جنس اندثر، لا هو جد ولا مرحلة بسيطة ولا غيره. كويس؟ فأكرر السؤال، ليه المجلات العلمية وموسوعات وكتب تعليم ما تتكلمش عنه لوحده لأنه خلاص الموضوع انتهى، لكن لما تحب تديك صور كتيرة لجماجم لرحلة تطور الإنسان تروح حطه لك معاهم، رغم أنه ثبت أنه هو ليس له أي علاقة برحلة تطور الإنسان؟ ليه؟ أليس هذا خداع؟ ليه كتب التعليم بتعمل كده؟ علشان يغسلوا مخ ولادكم في المدرسة فيشوفوا مجلات كتيرة وصور كتيرة الجماجم، وطبعا يلاقوا أسماء علمية معقدة إيجيبتوبيثيكس وبروبليوبيثيكس والكلام وأسترولوبيثيكس والكلام ده كله وراء بعض، فواو العلماء أثبتوا تطور الإنسان. فتيجي أنت تقول لهم ربنا خلقك، ربنا مين؟ العلماء قالوا خلاص الإنسان ثبت تطوره. ليه ترى بيعملوا كده ويحطوا جماجم أثبت إنها ليس تنتمي على الإطلاق لرحلة تطور الإنسان لسه بيحطوها حتى الآن لما يحب يحطوا صور جماجم كتيرة؟ هل ده برضو أنا الغلطان ومتجني عليهم، ولا ده توصف بعدم أمانة عشان يثبتوا عقيدتهم حتى لو بالكذب؟ ما هو if God does not exist everything is permissible، إن كان الله غير موجود فكل شيء مباح. وبهذا احنا وصلنا انه من 4.1 بليون او 4100 مليون سنة ومرورا بالجد 590 مليون الانيماليا الجد الحيوان، ومرورا بالجد الثدي من 220 مليون، والجد الاكبر المزعوم للقردة حتى وصلنا ل 30 مليون، والمفروض انه جد القردة العليا ليس له حفرية واحدة. متخيلين؟ حفرية واحدة في كل البلايين من السنين دي، رغم أن الإنسان الطبيعي له آلاف الحفريات، مئات الألوف أكشولي، وما عندناش حفرية واحدة لمراحل التطور. الإنسان عاش له 250 ألف سنة حسب ادعائهم وعنده آلاف الحفريات، ودول اللي عاشوا بلايين السنين بيتطوروا تدريجيا، ما عنديش حفرية واحدة. ولسه هقول التطور التدريجي المثبت بالعلم الذي لا يقبل الجدل والكلام ده كله. فادعاء تطور الإنسان خيال، خدعة. والحقيقة العلمية ان احنا نمتلك أجناس مستقلة مميزة مصممة بدقة، بعضها حي
وبعضها اندثر، واستغلال اللي اندثر في محاولات كاذبة بتتكشف دايما عشان يدعوا دي مرحلة وسيطة وبعد كده يتكشف العكس ولا علاقة لها بالإنسان، واللي ما يعرض من صور خداع فقط وبيعترفوا بنفسهم في الكلام عنها انه ده كان جنس مميز واندثر وخلاص، بل الحقيقة ان الأجناس بتقل عددها مش بيزيد، ده يثبت ان الإنسان مصمم جنس مميز خلقه ربنا، ولا ليه أي جدود ولا مراحل وسيطة ولا الكلام ده. هكمل سلسلة الحفريات في الأجزاء التالية، ومعلش هحاول أغطيهم كلهم عشان بعد كده لما تشوف صورة لمجموعة جماجم ورا بعض تبقى عارف القصة معمولة إزاي، لأن دايما الشيطان في التفاصيل، لما هيعرض لك الصورة الخادعة دي مش هيقول لك تفاصيل كل جمجمة فيهم للأسف. أتوقف عند هذا الحد وأشكر حضراتكم ونكمل إن شاء الرب ودبر.